سلام المسيح معاكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكارما مباشر. حقيقي بنفرح قوي قوي بوجود الرب في وسطينا هنا في قناة الكارما، وقد إيه بنتمتع قوي قوي بوجود معجزات وآيات كل يوم. النهاردة وبكرة وكل يوم بنشوف قد إيه إن الرب قد إيه عظيم جدا في وسطينا، فعلا في وسطنا إله جبار يخلص. بنشكر ربنا جدا جدا لأجل عمله في قناة الكارما، وبنشكر كمان ربنا النهاردة لأجل أنه النهاردة عندنا ضيف غالي على قلوبنا قوي، وحقيقي بنستناه من مرة لمرة لأجل أنه الرب بيجري على إيده آيات وعجائب لمجد المسيح. وهو معانا النهاردة ومع حضراتكم القسيس أليكس حنا. أهلا بيك حضرة القسيس. أهلا بيك أخت ليديا، أشكرك على ضيافتك وبشكر قناة الكارما. عاوز أقول يعني في بداية الحلقة انه الهوى حوالين الكارما هوى مقدس، هوى في ايات وعجائب، وانا جاي كده يعني التليفون بيضرب، ممنوع ان انا اتكلم في الطريق، فقلت لهم بس انتظروا لغايه لما اوصل الباركينج، وكانت سوسن موجوده، فبقول لها من فضلك ساعديني في حاجه، وخدت المكالمه يعني في الباركينج بصلي مع حد بيقول يعني كان عنده مشاكل في العمل وأمور معقدة جدا، وبعد الصلاة مش بس ربنا يعني طلعه، لكن خد كمان ترقية في العمل رائع. وكده. فقلت ده وحصل برضه في الحلقة اللي فاتت، يعني بحس وأنا داخل على مجال الروحي في الكارما الهوى معبأ بركات ومعبأ معجزات وآيات. ده حقيقي حضرة القسيس، لأنه هنا هو قد إيه إحنا بنشوف مجد الرب، وفعلا ده مكان مقدس لأنه بيذكر فيه اسم الرب، والرب فعلا بيكون موجود هنا. هو ده حقيقي حضرة. أهلا بيك، أهلا سعدة وسهلا، جدا تكون معانا النهاردة أشكرك. حضرة القسيس، وإن شاء الله ربنا يهدينا حلقة رائعة باسم يسوع لمجد المسيح. آمين. أمين. أعزائي المشاهدين، هنفتح الخطوط من أول الحلقة لاستقبال مكالماتكم وتليفوناتكم ومشاركاتكم، ولو عندك معجزة الرب عملها في حياتك نحب قوي نسمعها. ربنا يبارككم. النهارده هيبقى عنوان الحلقه سكيب الروح القدس. بس اول قبل ما نبتدي الحلقه حابه ان حضره القسيس، معلش حضره القسيس، تكون بتصلي لنا وتبارك لنا الحلقه. اتفضل أمين. حضرتك. يا رب احنا بنرفع ايادي نحو السماء وبنثق يا رب ان الايام الاخيره، الايام الصعبه والازمنه الصعبه هي ايام اعلان بركه وقوه روحك يا سيدي. تعال بالروح القدس على كل من يشاهدنا يا رب، على الشيوخ، على الشباب، على الإماء، على العبيد، على كل كنيسة، على كل راعي، على كل خادم، واجعل أيامنا يا رب أن تكون كلها امتلاء بالروح. نرنم في قلوبنا بالرب، نغني ونرفع اسمك، ونثق يا سيد الرب أنه كما أيدت الكنيسة الأولى بقوة الروح بآيات وعجائب، أن تأتي وتباركنا يا رب في هذه الحلقة وكل حلقات الكارما، وارك كل مجد الرب بوجه مكشوف. بنقول لك يا رب اعطينا ان ننقاد بالروح في هذه الحلقه، لا بافكارنا ولا بتحضيراتنا، لكن بما يضع الروح في قلوبنا نتكلم يا رب، وان نكون حرين في الروح عابدين الرب. بارك يا رب اخت ليديا، بارك الكارما وكل ما تقدمه، اخي صمويل، اخت منى، كل احبائي على الكاميرات وفي الكنترول روم، وكل من يقدم خدمة صغيرة أو كبيرة، قدس حياته، باركهم، أعطينا نعمة أن نرى جميعا يسوع بوجه مكشوف. آمين. آمين يا حضرة القسيس. زي ما عودتنا في كل حلقة يا حضرة القسيس بتقول لنا حبة اختبارات، حاجة فريش كده، حاجة لسه حاصلة، حابين نتشجع بالإيمان. بشكر الرب لأنه يعني لو الواحد قاعد على التليفون أحيانا ما بقدرش أرد على كل المكالمات، لكن يعني اتصل في الصباح واحد أخ من لوس أنجلوس لأجل ابنه اسمه دانيال. دانيال كان متشخص بنيمونيا في المستشفى إن بيشنت، والمستشفى الأولى ما قدرتش تعالجه، وكانت الحالة بتتردد وبتسوء، وكانوا بينقلوه يعني ما بين الحياة والموت من مستشفى لمستشفى. ففي الوقت ده طلبنا الرب، لأن الدكاترة قالوا تقريبا حالة ميؤوس منها، لكن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، واتكلم النهاردة وقال الرب أقامه.
مجدا للرب. أخ تاني برضو عزيز علينا من شركاء الكارما وأحباء الكارما، كان في نيوجيرسي، فبيشتغل في شركة، فالشغل كله تقريبا ملقي على عاتقه وهو تعبان لوحده. فزميله يعني واحد أفريكان أمريكا، فبيقول له من فضلك ساعدني يعني في الشغل، أفريقي يعني، شخص أفريقي. فغضب عليه وقدم شكوى ضده، وبيقول عليه يعني إنه ده بيضطهد الأفريكان أمريكان أو ضد الأفارقة. فقال لي أقول له إيه؟ قول له إن أنا من مصر، ومصر جزء من أفريقيا، وأفريقيا عمرها ما هتضطهد أفريقيا، لأن الرئيس بتاعهم برضه أفريقي، فهو من أفريقيا وأنا من أفريقيا، ليه هضطهده عشان لونه أو على شكله؟ والروح القدس إداني كلمات وقلت له يكتب إيه بالظبط. فالروح القدس إداني الكلمات، ورغم إن الرئيس الكبير أفريكان أمريكان تقريبا اقتنعوا يعني بالكلام بتاعه، ولقوا إن كل الشكوى دي شكوى كيدية. ومش بس كده، بيقول لي كمان إن الرب الشخص اللي أقام الشكوى عليه بعد خالص، ما بقاش يجي الشغل، فسقطت كل قضية وكل شكاية عليه، والرب ثبت. وبيطلب ان احنا نكمل في الصلاة، وانا عاوز اطمنه واقول له هيعظم انتصارك بالذي أمين. احب. أمين يا أستاذ. أمين. في برضو اخت سودانية الصبح اتصلت وبتشهد عن بنتها من السودان معايا الاريا كود بتاع السودان، وبتقول ازاي الرب اتمجد معاها وازاي الرب لمسها في السودان. فبنشكر الرب لاجل عمل الكارما اللي بيوصل السودان، لوس انجلوس. اخ من استراليا في المستشفى مصاب بسرطان، وبيتكلم يعني في تعب وفي الم شديد جدا، يقول انا بحب الكارما جدا، بحب البرامج بتاعكو، هتبقى امتى لايف؟ وهو مش قادر يتكلم. طيب قلت له انا حاسس انك تعبان جدا، فمن فضلك انتظر اصلي معاك، وشفنا النهارده الساعه 6. فهو في المستشفى في الالام وفي السرطان، بيقول انا يعني عايش بالمسيح اللي في الكارما اللي بيتقدم لي كل يوم بصوره حيه، وهو ده الرجاء، رغم اني متشخص بالسرطان من سنين، لكن انا عايش بالرجاء اللي رب حطه فيك والصلاه لاجل المرضى. ده حقيقي يا حضره القسيس فعلا. قناة الكارما ناس، أنا ما انساش مرة استقبلت مكالمة أخ غالي على قلوبنا قوي قوي، وهو كان بياخد الكيمو، هو كان عنده كانسر، يقول لي كلميني عن المسيح، كلميني، صلي معايا دلوقتي، أنا باخد الكيمو، قد إيه بتعذب وقد إيه تعبان، بليز صلي معايا. قد إيه قناة الكارما بتوصل لكل حد في بيته في أوجاعه، بنتشارك معاكم في أوجاعكم في ألمكم، وبنرفعها قدام الرب، والرب يتمجد بمجد غير عادي بنشوف دوت كل يوم. وعينه من العينات اللي القسيس أليكس قالها، وقد ايه عندنا مكالمات كتيره قوي قوي، ناس كتير بتشكر الرب لاجل عمله في حياتنا. هللويا، نشكر الرب جدا لاجل كده. كان في معجزه برضو من شفاء كلوي، اتفضل. حد كان متشخص الكلى ما بتشتغلش، وعلى دياليسز، والرب لمس الكلى، والرب أعطاه يعني كلى جديدة وقيامة جديدة، ويعني موجودة المكالمات بالأسماء. فنشكر الرب لأجل شعب الرب اللي بيقوم وبيسبح ويمجد، وإحنا متوقعين تحرك إلهي غير عادي في هذه الليلة. إحنا مستعدين نصلي لأجل سكيب روح القوة والشفاء على كل إنسان. يا أمين أمين. عايز أشجعك لو أنت بتشاهدنا دلوقتي انه الرب هو امس واليوم والى الابد. الرب يقدر يعمل فيك زي ما عمل مع ناس كتير قوي قوي في الكتاب المقدس، وزي ما احنا بنسمع دلوقتي الرب يقدر يعمل فيك عمل غير عادي. انتظر الرب. احنا فاتحين الخطوط مخصوص عشان خاطركم من اول الحلقه المره دي، علشان خاطر نحب نسمع ونشترك معاكم، والقسيس أليكس هيصلي لكل طلبه صلاه وكل شخص طلب طلبه الصلاه. نبتدي الحلقه بتاعتنا حضره القسيس. نقرا من اشعياء 41 عدد 18. تفضل. افتح على الهضاب انهارا وفي وسط البقاع ينابيع، اجعل القفر اجمه ماء والارض اليابسه مفاجر مياه، اجعل في البريه الارز والصنت والقاس وشجره الزيت، اضع في الباديه الثرو والسنديان
والشربين معا لكي ينظروا ويعرفوا وينتبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا وقدوس إسرائيل أبدعه. نعم. هنا هو بيتكلم عن البرية. أي. شعب الرب كان في البرية قاعد 40 سنة. نعم. يا ترى كانت حالتهم إيه يا حضر الأسيس؟ عايزين كده صورة صغيرة كده، حالتهم كانوا بيعانوا من إيه؟ ولا كان مش ناقصهم حاجة؟ عايزين نعرف. هو الرب طبعا وعد بالسكيب، وعد بالروح، لأن حالتهم في البرية كانت حالة صعبة جدا. كان في خصام، خصم موسى وخصم هارون وقاموا عليهم، كانوا في حالة تجارب وشك تجاه تعاملات الله، رغم اللي عملوا معاهم، رغم أنه أخرجهم بيد قوية وبيد مقتدرة. تفضلي. معلش جالنا تليفون. أهلا بيك يا ابن الرب من ميتشيغان، أهلا بيك. مبارك اسم الرب أسيس. أهلا بيك. كيفك؟ نشكر الرب. كيفك أنت؟ أشكر الرب يسوع. أهلاً. حبيبي أنت حبيبي. جوزتي عندها طلعت ثم مرض مش كويس. أي. فبكرة عندها فحص. حاضر. الرب يرضى عليك، صلي له. وأنا هم بصلاتك. أمين. لأنت مرة صليت عندنا بالكنيسة وعيني كانت مش كويسة صارت كويسة. هاللويا. أنا فاكرك. شكرا. مجدا للرب عند القس يعقوب ققيش الرب. أيوة. أيوة فاكر. أنا موضوع العين كنت بتشتكي منه. مجدا للرب. اختبار من حوالي 3 سنين. أمين. مجدا للرب يسوع. يعني الناس بشوفي ما بتنساش. شكرا. عمل الرب. يا رب أنا بشكرك لأجل ابن الرب أنه فتح الحلقة بشهادة. يا رب أنت اللي فتحت عينيه وشفيت عينيه، هتشفي الزوجة يا رب. أمين. من مرض اللسان يا رب. أنا بصلي الآن لأجل حلول روح القوة ولأجل حلول روح الشفاء على كل من يشاهدون الآن يا رب، ليس لنا لكن لأجل اسم يسوع اللي أخذ قدرته وملك، والذي أعطانا السلطان فوق كل الأمة وفوق كل قبيلة وفوق كل لسان، ارتفع لكي يملكنا معه ولكي يضع كل شيء تحت قدميه للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. املأ الأجواء شفاء. أمين. املأ الأجواء يا رب لمسات إلهية، وباسم يسوع المسيح وبقوة الدم نضع يدا على هذا المرض الخبيث ونأمر أن يذهب كما شفيت عيني أخونا، تشفي زوجته وتشهد بصنيعك. أمين. أمين. هللويا. أمين. بنشكرك يا ابن الرب. ومعنا الأخت دلال من كندا. أهلا بيك يا أخت دلال. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا. مرحبا أسيس. أهلا أختي دلال. أهلا بيك. أنا حابة أطلب صلاة لابني. ابني طلع عنده ورم بالدماغ وعمره 8 سنين. سوينا عملية شالوا 90% من الورم. فهسا إحنا راح تمورو غدا راح نبدي علاج كيميائي، وأطلب صلاة إنه العلاج ينجح ويانا ويكمش. وهو هسا كيسوي فيزيوثيرابي على مود يرجع يمشي ويركض مثل قبل. أطلب صلاة أريده يركض مثل قبل ويلعب. تحبي تقولي اسم ابنك؟ طب أختي دلال، أنا حاسة الرب عاوز يمسح كل دمعة من عيونك. متأكد الرب مالك على قلبك وبيتك ولا تصلي معايا؟ أنا ما قولي له يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح أفتح قلبي إليك. أفتح قلبي إليك يا رب. أملك على حياتي. أملك على حياتي. أملك على بيتي. أملك على بيتي. اشفي ابني. اشفي ابني بقوة دم يسوع. بقوة دم يسوع. إيماني فيك يا يسوع. يمسح كل دمعة من عيني. يمسح كل دمعة من عيني. وأعطيني روح القوة الآن. وأعطيني روح القوة. وروح شفاء وتطهير. روح شفاء وتطهير. يأتي على ابني بقوة دم يسوع. بقوة دم يسوع. ثقي أختي دلال، يسوع دخل قلبك وبيتك، وصلي كل يوم واقري كلمته، والرب يتدخل في موضوع الابن ويديكي سلام تجاهه. إن شاء الله تكلمينا بأخبار حلو. أمين. نشكرك يا أخت دلال. ونستكمل حديثنا يا حضرة الأسيس. كنا أيوة. نتكلم عن الشعب. نعم. قبل الروح القدس كان حاله إيه؟ أيوة. كان الشعب قلنا في حالة تجارب وخصام. أيوة.
وفي حاله عطش، عشان كده مش عارف هو رايح فين. بعد ما الرب اخرجه بيد قديره يرجع يفتكر ذكريات زمان، يقول لك احنا كنا عند الكرات. تخيلي يلاقوا الكرات والبصل والتوب والبطيخ احلى من يسوع، الملاك اللي كان ماشي. وفي ناس كده يعني بتبيع الغالي بالرخيص. يسوع اللي ابرع جمالا من كل بني البشر، الناس تبيعه لاجل لقمه العيش. يسوع اللي هو حلقه حلاوه وكله مشتهيات، بدل الناس ما تقعد ما تسمع كلمته يقعدوا يسمعوا في الاغاني ويسمعوا في الحاجات اللي ما تنفعش والكلام الفاضي بتاع العالم. يسوع اللي قال عنه كده الكتاب كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. الناس تسيبه يقول لك فين اللي كنا اكل بتاع زمان وفين ذكريات زمان. وتلاقيهم بيبيعوا يسوع كده بحاجات رخيصه. فكانوا في تجارب وفي عطش وكل حاجه بصراخ. يعني تلاقي الناس كده في عيله واحده ممكن كل واحد بيصرخ في التاني. ليه؟ الناس بتصرخ من عدم سلام الله، فيعوزوا ميه يصرخوا في موسى، يعوزوا اكل يصرخوا. يا جماعه الهنا اله السلام مش اله الصراخ. ويعني يقول لك ثمر البر، لو حضرتك عاوز تشوف ثمر المسيح فالثمر يزرع في السلام من غير صراخ ومن غير بكاء. فعشان كده كان الشعب ايضا عاوز يعني دايما كل واحد بيلقي باللوم على اخوه، كان عاوزين يرجموا موسى وعاوزين يضربوه، وعشان كده الاعداء قاموا عليهم. فكان في عدو كده اطول منهم واكبر منهم واعرض منهم اسمه عمليق. فيقول كده عمليق كان بيحارب اسرائيل في رفيديم في خروج 17. فموسى حب ينتخب رجال، وعلشان ينتخب رجال انتخب يشوع بن نون، وكان لازم يقف على التلة لأنه مش بالقدرة ولا بالقوة. فلما كان بيرفع ايديه ويبقى تحت ايده الصخرة اللي هو إشارة للرب يسوع، ويرفع ايديه للصلاة طبعا، للصلاة طبعا. شكرا للتوضيح. كان الشعب ينتصر، وده معناه انه اي حد فينا بيجتاز الان، لو في حرب عليك في شغلك، حرب عليك في بيتك، حرب عليك مع الظروف، انت محتاج انك تعمل زي موسى، نرفع ايادي طاهرة. لكن في نفس الوقت محتاج كل واحد، بيقول الكتاب صلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. كان لازم اتنين حور، وكانوا اتنين بيرفعوا ايديه لفوق عشان ينتصر. عشان كده النهاردة احنا عاوزين نرفع اكبر عدد من المؤمنين، لانه في ايادي ثقيلة كثيرة. وكل المشاهدين سواء كنت مؤمن او غير مؤمن احتاج، الكتاب بيقول اتنين افضل من واحد والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. اللي بتعمله قناة الكرمة ان احنا انت ايدك مرفوعة، والاخت ليديا وانا وكل احبائنا اللي موجودين في الكرمة بنرفع طلبتك نحو السماء وبنتلقى استجابات غير عادية. تفضلي. وزي ما الإنجيل بيقول وويل لمن هو وحده إذ ليس له سان يقيمه. بالظبط. معنا إبراهيم من نيويورك، أهلا بيك يا أخ إبراهيم. سلام المسيح أخت ليبيا. سلام المسيح قصة أليكس حمد. أهلا أخ إبراهيم. الرب يبارككم يا عذارى حكيمات اللي سهرانين على راحة الشعب الرب. شكرا لك. شكرا. إلنا طلبة صلاة أحبائي المباركين لزميلة إلنا عمرها 27 سنة اسمها ديانا، صار معها حادث أول امبارح وهي في الاي سي يو، بيقولوا إنه الدماغ تعطل ولكن لأنه انقطع الأكسجين عن الدماغ، ولكن واثقين بالرب تصلوا معانا صلاة حتى يتمجد الرب. أمين. ويعمل معجزة مع هالإنسانة 27 سنة هي. باسم يسوع. ارفع إيديك معانا أخ إبراهيم متحد في الصلاة. يا رب احنا آمين. كل المؤمنين اللي بيشاهدونا واللي على الشاشات كلنا نتحد في الصلاة بجد. يعني لو العالم كله اللي بيشاهدنا اتحدنا في الصلاة لأجل طلبة هنشوف استجابات غير عادية. يا رب احنا بنتشارك معا يا رب في الأخت ديانا لأجل انك يا رب تنقذها من الإغماء وتقيمها الآن. نشكرك لأنك أنت القيامة والحياة، من آمن بيك ولو مات فسيحيا. نرسل رسالة حياة إليها في الآي سي يو، ونثق رب أنك تأتي عليها بافتقاد إلهي ونعمة سماوية تنتهر كل مرض
كل نزيف يا رب، أي كونكشن في الدماغ بيدك المصلوبة، أنت يا رب تصحح كل ردد وتصلح كل شرخ وتصلح كل نزيف، وتعطيها يا رب برين جديد، وتعطيها اسكال جديد، وتجفف يا رب أي شيء مسبب هذا الإغماء ليها. أمين أمين أمين. نشكرك يا أخ إبراهيم. ومعنا الأخت ماريا من ميتشيغان، أهلا بيكي. سلام والنعمة معاك يا أختي العزيزة. أهلا بيك. ربي يباركك ويبارك الخدمة يا رب. يبارك حضرتك. أختي العزيزة ممكن أكلم قاس أليك؟ طبعا معاك أختي ماريا، تفضل. سلام النعمة معاك يا قاس أليك. يا أهلا بيك يا أختي ماريا. إزي حضرتك؟ أنا فاكرني؟ فاكر الاسم. فاكر اسمي واللي اختبار خلال صلواتك الرب استجاب المرتين، صار كان عندي اختبار وانا قلته على التلفزيون، تذكر من النهضه اللي بالوينزر وينزر حكيت لك الاختبار. فرحين احكي، ده كان يمكن من 4-5 سنين او كده. من قبل سنتين. سنتين، طيب تفضلي. نعم. يا قس أليكس، وأنا محتاجة الصلاة لزوج بنت خالي، هو بفرنسا صار عنده كانسر في المخ، فكشفوا بأنهم يعملوا له علاج وحاولوا يعملوا له يعطونه كيمو، وأنا أطلب من الرب من هذه اللحظة رح استجاب من خلال صلواتك المباركة. قولي لنا الاختبار. أنت إنسان مبارك يا رب. المجد للرب. قولي لنا الاختبارين بس عشان نفرح بنتائج عمل الرب وهنصلي لقريبك. إن شاء الله. هو اسمه ماجد. طب ممكن تقولي الاختبار اللي الرب عمله معاكي؟ يا حتى باختصار كده بس حضرتك. تفضلي. أحب نسمع. هو اختبارين تقريبا، يعني هو نفس الاختبار صار معي. بس أنا هقول لك، هو أولا واحد منهم زي ما قلت حضرتك بالنهضة، كان عندي ابن أخوي تقريبا 7 سنين ما كان عنده أطفال، كان زوج ما عنده أطفال، فيوم كنت على التلفاز يعني على التيفي عم بتصلي، وأنا ما كنت ولا مرة ما حكيت معك، فكنت بتصلي في وحدة مرة عراقية اتصلت فيك وقالت أنا بنتي صار لها 10 سنين وما عندها أطفال، فممكن تصلي والرب يعني استجاب صلواتك ويعطيها خلفة بشرية. فقلت لها خلي أنت خلي تصلي معي، وكل واحد اللي ما عنده أطفال خلي إيده على بطنه ويصلي معايا. فأنا ركعت عند التلفزيون وكان صليب مقابلي، فحطيت إيدي على الصليب وحضرتك بتصلي وأنا رديت معاك. هاليلويا. نعم. وحطيت أنا إيدي على بطني. قلت يا رب يعني بدون خطية تجئني أنا كنت أخوي. فيا رب لا تحرمهم من الخلفة يا رب. فأنا بطلب منك يا رب في هذه الليلة وأبشر باسمك. فبعد ما صليت وبعد أسبوع فاتصلت فيهم فقالوا لي يعني مرت سيزار حامل. هاليلويا. بعد الرب. يعني دي مش صدفة يعني. الخبر. بعد اسبوع. نعم. من الصلاة ده مش ممكن يكون صدفة ولا كده يعني. يا سلام. مجد للرب بعد اسبوع من الصلاة. طبعاً. ده على ما بان التلقيح يعني. أو ده معجزة. مجد. ده معجزة من الرب يسوع. ماشي، يبقى المعجزات مش صدف يعني ولا بتحصل. نعم. فكان مجد. دلوقتي عنده بنت زي القمر. هاليلويا. فأمين يا رب. أي. فكان في عائلة من سوريا بعرفهم. كمان بنتهم من 10 سنين ما كان عندها أطفال. فهي سمعت سألتني قلت لها طيب يعني يا أختي ماريا كمان يعني طلبينا الصلاة وصلي. فقلت لها أكيد يعني وعدت أنا. هذا اختبار ثاني. هاليلويا. رائع. هاليلويا. نعم. يعني شوف اللي بياخد اختبار بيبقى بركه لغيره. ده حقيقي. مجد. نعم. قلت له ان شاء الله. فكان يوم اعاده البرنامج. هللويا. كمان انا انتظرت لما طلعت حضرتك ووقت الصلاه. هللويا. نفس المكان انا نفس المكان ركعت وصليت. والرب شاهد على كلامي. هللويا. احنا مصدقين يعني. نعم. انا بعد الشهر يعني نسيت بالصدفة أنا خبرت وصلت في يوم أشوف الظروف اللي بسوريا، فما كانوا بالبيت، قالت لي ده أم وجي رايحة عند بنتها، ليش أنت ما سمعتي؟ قالت لها لا، قالت لي إنه روعة حامل.
هللويا. نفس يعني نفس بعد هللويا. الشهر. ايه قالت راحت على الطبيب وقالوا لا هي حامل مجدد. وكمان هي هلا عندها ولد. وبعثوا لي صورته كمان. مجدا. نعم. يعني انا حكيتها كلها باختصار. هللويا. ابعتها لي تكست يعني اختبارين. انا عاوز اقول لك بمناسبه سوريا كلموني الاخوات من سوريا النهارده. قالوا لي في وسط الحرب وفي وسط الضيق اللي احنا فيه احنا بنصلي معاكم على التلفزيون ونجيب ميه قدام الشاشه ونرش الميه على الحصادات والرب بيبارك الحصاد. فاشكر اهل سوريا رغم الضيق والضنك والتعب الا ان ربنا يملأهم من الخير والحمايه والحفظ. امين. اختبارين. وبعدين اللي بياخد اختبار بيبقى سفير للمسيح. ده حقيقي. يعني هي عراقيه بتبشر في سوريا. والعراق يخلف وسوريا تخلف ويكتر شعب الرب ويبقى أمين. زي نجوم السماء وتراب الارض. هللويا. امين. بنشكرك يا اخت ماريا لاجل اتصالك بقناه الكارما. معانا ابن الرب من الجزائر. حضرتك معانا. مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. سلام ونعمة الأخت. سلام ونعمة. سلام ونعمة للقيس أليكس. سلام ونعمة حبيبي. عندي سؤال وعندي طلب. طلب صلاة. تفضل. السؤال هو يا دكتور يعني معمودية الروح القدوس يعني هي شرط أن يتكلم الإنسان بالألسنة ولا الإنسان يقدر يتعمد بالروح القدوس بدون أن يتكلم بالألسنة؟ لأنه الرسول بولس يقول في الرسالة نتاعو ألعل الجميع يتنبأ ألعل الجميع يتكلم بألسنة ألعل الجميع يعني ما هو يعني هناك شرط أن الإنسان يتكلم بالألسنة كما في أعمال الرسل ولا لا ولا ما هو الشرط؟ في يعني طلبت تفضل الصلاة. وعندي طلبة صلاة يعني أنا نمر في ظروف صعبة. أنا كنت تاجر ودخلت في اختبارات منذ سنتين أو أكثر ذلك. عندي 3 سنوات من اللي عرفت الرب وذلك عندي سنتين أو أكثر دخلت في اختبارات كبيرة ودخلت في التجارة نتاعي وخسرت وعندي ديون كبيرة والآن يعني كل الأبواب مغلقة أمامي يعني رغم يعني رغم يعني ما درناش يعني ما درناش أشياء يعني ضر الرب والله يعني تمس يعني بديون يعني قعدنا في ديون ولكن لحد الآن يعني العائلة كل مؤمنة وكلش ولكن مانيش ما فهمتش يعني رغم يعني احنا نصلي يعني عائلة كاملة و ونعاون امنوا بالرب يسوع وكل العائله مؤمنه يعني. مجد. ماشي يا ابني. وشكرا. العفو. هو بالنسبه للاجابه على السؤال الاول يعني في اعمال 2 لما حل الروح القدس على جميع المجتمعين اتفق يتكلمون بالسنه جديده كما اعطاهم الروح القدس ان ينطقوا. في يعني شيء مس اندرستاندينج او مش مفهوم ان الناس بتفتكر الالسنه للتبشير هي ما كانتش للتبشير خالص لانه اللي بشر بطرس وقف واتكلم بلغه مفهومه لكل الشعوب واتكلم بلغه واحده لكن هم كانوا يتكلمون بالسنه ويعظمون الله وفي رساله كورنثوس الاولى يقول الكتاب من يتكلم بلسان يبني نفسه لانه ليس احد يسمع لكن الله يعني او اللي بيتكلم بلسان فليترجم فيعني مستحب لو ده ممكن باعتبار لما بولس قال فما هو إذن أصلي بالروح وأصلي بالذهن لما كان بيصلي بلسان وفي نفس الوقت قال أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة وبالأولى أن تتنبأوا فإذا ممكن أمين يعني الواحد يطلب من الرب يقول لهم لما أنتوا غيورين للمواهب الروحية لو أنا غيور للمواهب ممكن رب يدهاني كلها فما فيش مانع أن أنا أنال كل المواهب كمان في آية كمان يا حضرة القسيس مش عارفة رأي حضرتك فيها بتقول هذه الآيات تتبع المؤمنين وفي نص في النص كده بتقول يتكلمون بألسنة جديدة يعني هو مفيش موهبة صعبة على ربنا وهي الألسنة فيها جزء صلاة وفيها جزء موهبة بس هنكمل يعني بعد كده الصلاة ببني نفسي الموهبة بالترجمة الله يدي بيها كلام علم وكلام حكمة حركة صلي لأجل ابن الرب صلي يا رب نشكرك لأجل ابن الرب من الجزائر في اسم الرب يسوع
بنتقر عنه كل المعطلات، وبنتقر عنه يا رب كل الأزمات. أيضا يا رب لأجل أختنا اللي اتصلت من كندا وحد قريبة عنده سرطان في المخ من وينزر، في اسم الرب يسوع بنضع يا رب هذا السرطان بين إيديك، وكل من لديهم أمراض سرطانية أو التهابات نثق يا رب أنك كما على الصليب رفعت كل مرض وكل ضعف، ترفع كل الأمراض الروحية والنفسية والجسدية. بارك يا رب ابن الرب، وافتح الأبواب بقوة وقدرة وعمل روحك القدوس. ابن الرب أنا عاوز أقول يعني بدل ما تسأل كتير في موضوع المعمودية أو البل، قل له يا رب اديني الآن، املأني الآن وبالملء الروح القدس، ربنا يدي لك روح حكمة جديد وروح فهم، وتتفتح قدامك الأبواب المغلقة. أمين. بنشكرك يا ابن الرب من الجزائر. كان معنا اتصال من ابن الرب من الكويت، فقدنا الاتصال، معلش حاول الاتصال بينا تاني من فضلك. ومعنا الأخت رجاء من نيوجيرسي، أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أخت رجاء، يا ريت حضرتك وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك. وطي التلفزيون لو سمحت، اسمعينا من التليفون. ألو. أيوة اهلا بحضرتك، من فضلك وطي التلفزيون من فضلك. طيب ما انت ولو وطيت التلفزيون وسمعتينا من التليفون هتسمعينا على طول علشان بيتاخر. الو. ايوه حضرتك معانا على الهواء، اتفضلي حضرتك. منتظره القسيس اليكس عشان هيصلي لابني. طبعا القسيس اليكس مع حضرتك، اتفضلي. نعم اتفضلي. أيوة أنا معاك حضرتك يعني، معانا على الهواء، اتفضلي القسيس اليكس. انا اسمي رجاء الراهب. أهل. وعندي ابني الكبير آمن بالرب يسوع وقبل الخلاص. هللويا. لكن الأيام دي بيمر بحالة اكتئاب شوية، هو في سويسرا حاليا، بس طبعا نفسيا تعبان وبيدين نفسه كتير، ويعني عايزة حد يصلي من أجله. طبعا حضرتك أنا بسمع عن حضرتك يعني أن صلاتك الرب بيسمعها، فعايزة تصلي له النهاردة، وياريت هو يسمع الصلاة الليلة إن شاء الله. طيب. يا رب احنا بنصلي من أجل ابن الأخت رجاء، ومن أجل جميع الحالات النفسية اللي عنده اكتئاب، انفصام في الشخصية، بانيك اتاك، خوف، جميع الأمراض النفسية والعصبية، في اسم الرب يسوع نأتي يا رب بروح التعزية، تعطي يا رب روح فرح وروح ابتهاج عوضا عن الروح اليائسة، وتلبسه الآن يا رب روح فرح، لأن فرح الرب الوحيد هو قوتنا في العالم البائس. آمين. امين. بنشكرك يا اخت رجاء. ومعانا تليفون من الاخ عوض من مازوري، اهلا بيك. اهلا بيك يا اخ عوض. الو. اهلا بيك. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. مساء الخير. اهلا. الو. ايوه اتفضل حضرتك معانا. على حضرتك القسيس. اهلا بيك اخ عوض. انا عوض اللي كنت صليت لي قبل كده كذا مره، وانا بثق والرب يبارك فيك. شكرا. فض. وانا طلبت صلاه لزوجتي عندها عمليه المراره. حاضر. طيب في المرات اللي صلينا فيها هل في مره حصلت استجابه او اختبار؟ نشكر رب حصل اول صلوه. أيوة. يمكن تتذكرني انا تبع الاخت فينيس. ايوه كان ابني عاوز يسيبنا ويمشي، انا معوق. ايوه وكان ابني عاوز يسيبنا ويمشي يروح مصر، ولما حضرتك صليت الرب استجاب وهو قاعد معانا ونسي موضوع مصر ده خالص، وموجود معانا، و يعني اكتر من طلبه يعني. هللويا. كتير الرب استجاب. مجدا. وكانت الاخت فينيس بتكلمك دايما على الظروف بتاعتنا، نشكر الرب. هللويا. الرب اتدخل في ظروفنا حلوه قوي. واخذنا كمان الجنسيه. مبروك. الله يخليك. فانا عاوز طلبه من حضرتك لزوجتي عندها عمليه المراره. أيه. وانا معوق مش عارف اروح معاها، فانا محتاج ايد الرب تكون معاها. تحب تقول اسمها؟ ماجده. طيب يا رب انا بشكرك لاجل اخ عوض، هو بيقول انه معوق، انا بصلي يا رب من اجل شفاء الاعاقه، ورغم ان قوتك في الضعف تكمل، خليت ابنه يا سيد الرب وعديت بيهم كل الظروف الصعبه، بصلي الان يا رب من اجل اخت ماجده وشفاء المراره، كل من لديه مرض في الجهاز الهضمي
ضع يدك إذا كان الكبد إذا كان الطحال إذا كان مكان المعدة، وصلي معي بإيمان، قل له أثق رب أن تسكب قوة دم يسوع لشفائي وتحريري. إذا أمراض في الصدر، أمراض في المخ، هات شوية زيت ودن باسم الآب والابن والروح القدس، وضع يدك على رأسك معي، والآن لتخرج قوة، قوة شفاء من ذاك الذي أحبنا وبذل نفسه من أجل خطايانا، أحب خصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى، أعطانا فوق ما نطلب ونفتكر، فيه لنا النعم والأمين لمجد الله بواسطتنا. تخرج قوة من لدنك يا ابن الله وتلمس كل من هم عبر الشاشات. أشكرك لأجل كل الشهادات التي بدأت من أول مكالمة. عظم صنيعك أكثر، احنا طمعين فيك يا رب، واحنا بنطلب، قلت اطلبوا إلى لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا لكي تأخذوا ويكون فرحكم كامل. يا رب احنا بنطلب عشان نكرز، بنطلب عشان نشهد، بنطلب لأجل عظمتك، وبنطلب عشان نقول عظم الرب العمل معنا ونحن قد صرنا فرحين. أمين أمين. بنشكرك يا أخونا عوض من ميزوري. أعزائي المشاهدين، هنستكمل حديثنا مع الأسيس أليكس بعد الفاصل، فابقوا معنا. Hi, my name is Dorothy Ramirez. I'm calling for my husband, Jesus Ramirez. He's admitted in the Valley Presbyterian. Please, he has cirrhosis of the liver, and he's on dialysis. Please, if you can say a healing prayer for my husband, I much appreciate it in the name of Jesus. Please, please, I beg you, help my husband. Please call me back, Father Alex. God bless. Bye. أشهد إن أنا خدت خلاص، حبه أسرني ونبع عني، موته سديت كل قصاص. أمشي وأغني بين الناس، أشهد إن أنا خدت خلاص، حبه أسرني ونبع عني، موته سديت كل قصاص. هذا نفسي من الحفرة لغى خوفي واداني نصرة، دلوقتي حياتي في النور بعد ما كنت واحد من الأسرى. هذا نفسي من الحفرة لغى خوفي واداني نصرة، دلوقتي حياتي في النور بعد ما كنت واحد من الأسرى. فسدت ورحت وجيت،
عن حقي إلهي عوجيت، رفضت قبلني عاندت سامحني، مرضيش يجازيني يوم عصير، دقي فسدت ورحت وجيت عن حقي إلهي عوجيت، رفضت قبلني عاندت سامحني، مرضيش يجازيني يوم عصير، فدا نفسي لغى خوفي واداني نصرة، دلوقتي حياتي في النور بعد ما كنت واحد من الأسرى، فدا نفسي من الحفرة لغى خوفي واداني نصرة، دلوقتي حياتي في النور بعد ما كنت واحد من الأسرى. هعلن حبه لكل الكون، ترنيمي عنه خير ده منه، داري سلطان يأمر بيكون، كل العمر أنا ليه مديون، هعلن حبه لكل الكون، ترنيمي عنه خير ده منه، داري سلطان يأمر بيكون، فدا نفسي لغى خوفي واداني نصرة، دلوقتي حياتي في النور بعد ما كنت واحد من الأسرى، فدا نفسي من الحفرة لغى خوفي واداني نصرة، دلوقتي حياتي في النور بعد ما كنت واحد من الأسرى. الكارما بلس، قناة جديدة تابعوا. أعزائي المشاهدين مرة تانية بعد الفاصل، وشفنا في النص الحلقة الأولانية قد إيه قد مجد الرب كان على أولاد الرب في كل مكان، بيتصلوا بيشهدوا على عمل الرب الرائع في قناة الكارما. كمان دلوقتي معانا تليفون من الأخت ساندرا من أستراليا. أهلا بيكي أخت ساندرا. أهلا بيكي، مساء الخير، سلام ونعمة المسيح معاكم. مع روحي. أنا بتصل اليوم من أجل صلاة شفاء من أجل بنتي لينورا، عمرها 7 سنين، وبنعمل فحوصات من أجل بنتي بأستراليا ومش شايفين أي حاجة لا بمخها ولا أي حاجة، وبنتي استيعابها يعني بتتصرف زي أطفال كده عمرهم شهور وما بتتكلمش خالص، لسانها مربوط خالص، يعني عرفنا انه ناس قرايب عاملين سحر وعن طريق الاكل والشرب كده، وعندنا يعني محاربه كثير من الشرير يعني في كل حاجه، فعاوزين يعني صلاتكم عشان الرب يلمس بيتنا، يلمس حياتنا، عشان يحررنا من كل قوه الشر باسم الرب. طب صلي معايا والرب على وعد يحررك الان. صلي معايا يا اخت ساندرا. امين باسم الرب. ارفع ايديك كده لفوق، قولي له يا رب يسوع المسيح،
يا رب يسوع المسيح تعال أملك على قلوبنا، تعال أملك على قلوبنا، أملك على بيتنا، أملك على بيتنا، أملك على إليا نور، أملك على لي نور، نثق في قوة دم يسوع، نثق بقوة دم يسوع وقوة الصليب، وقوة الصليب، تبطل كل عمل، تبطل كل عمل وكل سحر، كل سحر، وإله السلام يسحق الشيطان، يسحق الشيطان. أمين. أخت ساندرا، أنا عاوزك تصدقي بالصلاة دي، ان يسوع ملك على بيتكو وقلوبكو. اهم شيء تجتمعوا مع بعض وتصلوا مع بعض. لو في اي اعمال في البيت، لو في اي حاجه انت بتقربي منها حاسه بعدم راحه، ارميها او اخلصي منها او احرقيها، وثقي في ان دم يسوع وصليب ربنا هو الوحيد الطريق للنصره على كل سحر وعلى كل شعوذه، وبدمه يبطل كل عمل ابليس. امين امين. نشكرك يا أخت ساندرا. ومعنا الأخت ليلى من أستراليا، أهلا بيكي. سلام الرب معاك يا أختي ليديا. حبيبتي أهلا بيكي. سلام الرب معاك يا أسيسنا الحبيب. أهلا بيكي يا أختي ليلى. أسيسنا الحبيب، أنا بدي صلاة من عندك الله يخليك مشان بيتي وعائلتي. حاضر. وكمان جوزي لما بيحكي، يعني بيحكي لما بيحكي 10 كلمات 9 منهم كلها مسبات، يعني ما بديش أولادي يتعلموا منه مسب يا حبيبنا الأسيس، عشان أنا بدي أولادي يتربوا بحياة كريمة وآمنة مع يسوع المسيح، وبدي أولادي يعني يكون طريقهم كله مع يسوع المسيح، وما بدي إن شاء الله يعني ما بدي حدا يختبرهم ويعملهم شيء، يعني العفو ما بقدر أعبر عن. فاهم بس بدي منك صلاة قوية يا أسيسنا الحبيب، الله يخليك مشان بيتي ومشاني كمان. وشكرا كثير لك يا رب. احنا بنرفع الأخت ليلى بين إيديك يا رب، بنشكرك من أجل أشواقها الروحية يا رب، زي ما أعطيتها قلب جديد غير قلب الزوج يا رب، اديله لسان نعمة بدل لسان شتايم، غير قلبه بنعمتك يا رب، وتعالى على كل أفراد البيت بحياة جديدة يا رب. كل اللي بيشاهدونا، البيوت المنقسمة على ذاتها، البيوت الخربانة، الألسنة الشريرة، الأيدي الشريرة، كل قلب شرير وكل قلب نجس، تعالى بروحك يا رب طهرنا بالزوفة فنطهر، في اسم الرب يسوع نثق في خلاص وتطهير لكل أفراد العائلة. أمين أمين. بنشكرك يا أختنا ليلى. ومعنا ابن الرب، أهلا وسهلا بيك، اتفضل ابن الرب، حضرتك معانا على الهواء، اتفضل حضرتك. الو، سلام ونعمة المسيح. سلام، اهلا وسهلا. عفوا، عايز اتكلم مع ابونا. اتفضل ابن الرب. سلام ونعمة المسيح معاكم. سلام ونعمة المسيح معك. العفو، عندي تساؤلات من ابونا حضرتك. اتفضل. اتفضلي. يا ابونا، انا شاب عابر مسلم في 3 سنوات الحين، انا شكر الله عبرت على نور المسيح، والحين صار عندي مشكله في البيت، في زوجتي مع عائلتي، عائلتي كلهم كرهوني وصاروا اعدائي وتركوني، والحين حتى زوجتي خذت اطفالي تركوني الحين، وانا هون يعني ما عندي لا في كنيسة ولا عندي اخوان مسيحيين اللي اراجع بس اكلم على مشكلتي ويهدوني. واسلم في مدة يعملون سحر ويجيبوني يحطون في بيتي، وهذا صاير علي مشكلات في شغلي، في رابطي مع جيراني، وانا صارت لي تساؤلات ما ادري الحل. اكلمك، شكر لله انا ممتلئ بروح القدس والرب يعني ماسكني ثابت فيه، بس ما في هنا كنيسه، ما في مسيحيين، انا وحيد موجود هنا.
ما بعرف انت كيف تقدر تهديني تكلمني كيف اسوي. انا سافر يعني هاجر من هاي المدينة هاجر من شو اقدر اسوي؟ كلموني ترى انا الحين الله هو الرب يشهد لي انا وحيد على الحين. انا اريد ان يكلموني واهدوني وارشدوني على انا تعرف كنترول روم كلموك انا من مكان التصوير في خطر علي انا كل حال اللي يمسكوني انا يعدموني. ارجو من الكنترول روم ان يهتم بحاله الشخص ده ولو في اي حد مختص في خدمه العابرين يساعده. الحاجه الثانيه ان انا عاوز اقول لك ان ما تخافش من الوحده لان بولس بيقول بقيت انا وحدي وكان بيواجه اسود وكان بيواجه وحوش. دانيال كان في جب الاسود لوحده والفتيه الثلاثه كانوا في وسط الاتون. يوحنا المعمدان كان منفي في جزيرة تدعى اسمها بطمس وكان لوحده لكن حضور الله كان بيعزيهم. أخويا ابن الرب مهما ضاقت بك الدنيا ومهما زادت عليك الاضطهادات ثق ان اللي معاك هو اللي أقوى من اللي عليك. وانا أصلي ان الرب يوجد ليك مخرج من التجربة. يا رب انا بصلي لأجل كل أحباء العابرين اللي بيعيشوا في اضطهاد وبيعيشوا في وحدة وبيعيشوا في مرارة. انا بصلي يا رب انك تنتهر عنهم كل وحدة وتوجد ليهم يا رب أماكن للعبادة. أمين. وتفتح يا رب الدول المقفولة للإنجيل لكي تملأها من حضورك وتفتح يا رب الدول اللي بتمنع دخول الإنجيل ودخول كلمة الله لكي ينسكب روح الله على الأراضي اليابسة وعلى الأراضي الجافة وتصير مفاجر مياه. يا رب في اسم يسوع تعطي لابن الرب ولكل أحبائنا العابرين الذين يشاهدوننا الآن المجربين في عائلاتهم والمجربين يا رب في عملهم وفي كل شيء تعطيهم مع التجربة المنفذ. نثق يا سيد الرب أنك تنفذ بي من هذه الأزمة إلى الرحب وتخرج من الضيق. آمين آمين. بنشكرك خالص يا ابن الرب وتأكد أن أنت مش لوحدك الرب معاك. دي حاجة. الحاجة الثانية قوله يا رب ارشدني لمؤمنين آخرين في البلد تقدروا تقووا نفسكم وتقووا إيمانكم مع بعض وتكونوا تبتدوا نواه كنيسة. احنا بنصلي لكم وبنصدق قوي ان الرب يجمعك على مؤمنين تاني لانه الرب ليه شهود امناء في كل مكان في العالم. نشكرك خالص يا ابن الرب. ومعانا بنت رب من استراليا. اهلا بيك. الو. اهلا وسهلا بيك. اتفضلي. سلام المسيح معاكم. مع روحك. اهلا بيك. بس اليك. اهلا بيك. طالب السلام. بنتي. قبل كده كنا طالبين كان ظهر ورجله يوجعوا صليتوا له الله شفانه مجدا. هلا هللويا. عنده مشكله ثانيه إيه بدنا يعني صلوا له باسم الرب يسوع المسيح. امين. هو يتمجد ويشفيه. حاضر. خطيبة بنتي. خطيبة بنتك؟ امين. طيب ابن بنت بنتي. ماشي. يا رب بنصلي من اجل كل مريض يا رب كل من هو متالم كل من هو حزين ونضع يا سيد الرب يد الروح القدس بالإيمان ونثق سيد أن تمتد يدك الآن على كل وجع على كل مرض. يا من كنت تقول تصنع خير وتشفي جميع المتسلط عليهم عدو الخير. نشكرك يا رب لأنه ليس للخير معك حدود والمرض والتعب والانحناء تقاوم كل نفس منحنية كل نفس مريض على فراش مرض أو على حتى فراش الموت. نثق رب في أنك تأتي وتوزع هبات وآيات وعجائب الآن. آمين آمين. نشكرك يا بنت رب من استراليا. ومعنا الأخ سهيل من كندا. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. تفضل. سلام المسيح معكم. مع روحك. ممكن أحكي مع قسيس أليك؟ تفضل أخ سهيل. قسيس كيفك؟ نشكر الرب. كيفك؟ نشكر الرب. حسيت انا معي ازمه ربو ازمه بتجيني نوبات بالليل كثير كثير صعبه بتكون علي يعني احيانا ما فيني اتنفس اذا ما بسمع الفقر والسيم بيكور. طبعا انت طبيب وبتعرف الشغلات. أيوة. يعني بتكون صعبه الازمه يعني ازمه علي يعني ضيق بالتنفس حاد جدا. أيوة. بدي طلبت صلاه مشان شفاء من هذا الموضوع. ماشي. بدي طلبت صلاه ثانيه خسيس. انا عندي خال بكندا هو وزوجته
فقدوا ابنهم، هو كان شاب بالثلاثينات من عمره، بدي صلاة تعزية لهم لأنه هن عم بيمروا بوضع نفسي سيء جدا جدا. حاضر، أنت قبلت الرب السيد ومخلص على حياتك؟ نشكر الرب، نشكر الرب، نعم يا رب. نشكرك لأجل أخ سؤال، حط إيدك على صدرك كده أخ سؤال، صلي معايا، قول له من يا رب يسوع المسيح بأن تأتي بنعمة على الأزمة وعلى الرب، تفتح جميع الشعب الهوائية. أنت تحتمي الشعب الهوائية. أؤمن يا رب، أؤمن يا رب، أن دم يسوع، أن دم يسوع وروحك القدوس، روحك القدوس يأتي على الجهاز التنفسي، يأتي على الجهاز التنفسي ويزيل كل حساسية، ويزيل كل حساسية وكل ربو، وكل ربو. أؤمن من كل قلبي، أؤمن من كل قلبي أنك صنعت وفعلت، انك صنعت وفعلت. يا رب بنصلي ايضا من اجل الخال في كندا وتعزيات الروح القدس، الروح القدس المعزي ان ياتي عليهم ويعطيهم نعمه في الروح القدس الان، ويعزي كل من فارق حبيب وكل من له من هو مجرب، تاتي بالروح المعزي عليه. امين امين امين. بنشكرك يا اخ سهيل من كندا، ومعنا الاخ نادر من نيوجيرسي، اهلا بيك. مسيح ليك والأسيس قالك، صحشني كتير يا أسيس. فينك أخ نادر؟ ليه سنة ما سمعتش صوتك. زيك يا حبيبي، وحشني كتير. زيك أنت، أنت زيك والعيلة كلها عاملة إيه؟ بقول له حلو، الرب رائع. مجد تفضل أخ نادر. شكرا يا حبيبي. أولا أنا بشهد قدام الرب إن ما في مرة طلبتك لأي موضوع صلاة إلا من الرب بيستجيب، ودي الرب يباركك، موهبة من الروح القدس ليك، والرب يباركك أكثر وأكثر يا سيد. الرب طيب أخ نادر. أمين. ويا ريت عندنا طلبة صلاة، عندي شو إن شاء الله وأمل كبير إن ربنا الرب يدينا عمل عظيم في نيو جيرسي. هللويا. صيف، فبنصلي إن الرب يدينا مجد ويدينا يفتح الأبواب ويدينا عمل كبير في نيو جيرسي خلال شهور قليلة. أنا مثقل كمان بنيوجيرسي، نفسي أجي أصلي للمرضى اللي فيها. أمين. والمقيدين، فلو الرب حطك في طريق النهضة معانا. أمين. أنا مستعد لأي خدمة يا رب. بشكرك يا رب من أجل أخويا الحبيب نادر وعائلته، أشكرك لأجل أبطال الإيمان في نيوجيرسي اللي يا رب بيعضدوا الكرمة في صلواتهم وفي عطاءاتهم، وبصلي بركة يا رب على جميع شعب نيوجيرسي وعلى كل الولايات وعلى كندا وعلى استراليا وعلى العالم العربي وعلى الشرق الأوسط وعلى الجزائر وعلى إيران. نشكرك يا رب لأنك جعلتنا عائلة واحدة عالمية من كل قبيلة ومن كل أمة ومن كل لسان ومن كل شعب. نباركك يا رب لأن أوقات النهضة وأوقات الأيام الأخيرة إن كانت على العالم أزمات وضيقات، لكن على المؤمنين سكيب وانتعاشات. أؤمن يا سيدي أنك تأتي بنهضة في نيوجيرسي، بل نهضة عالمية تخرج يا رب من هذه القناة ينابيع مياه حية، وأشهد الجميع بمفاجر المياه في الأرض الخربة والخالية، ونرى عملك يتعظم في وسط السنين، ونرى أشياء أعظم من كل الماضي. الرب يستجيب طلبة قلبك أخ نادر، واللي وعدك به الرب واللي بتصلوا لأجله بدموع هتشوفوه حي في شوارع نيوجيرسي وفي بيوت خربة كثيرة. آمين امين امين. بنشكرك يا اخونا نادر من نيوجيرسي، ومعانا اختنا دولة من كاليفورنيا، اهلا بيكي. اهلا اختي ليديا، ازيك؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا حضرة القسيس؟ اهلا اختي العزيزة دولة. انا عيانة قسيس، عندي حاجة اسمها ارجنسة موقفة رجلي، كلها رجلي مش بقدر احركها، وألم زي النار. ألف سلام. تصلي لي يا حضرة القسيس دلوقتي. حاضر. انا متألمة خالص من رجلي. حاضر يا رب. أنا بشكرك لأجل الأخت دولة يا رب، لأنك صنعت معها في الماضي آيات هذه عددها. بصلي يا رب على كل مريض أعصاب، على كل مريض يا رب عنده عرق نسا أو أي عصب مضغوط عليه أو أي تنميل في الأكتاف يا رب، في اسم يسوع المسيح، كما تنبأ رب حزقيال في القديم بكلمة الله على العظام اليابسة، وقال أتحيا هذه العظام. تقوم الأخت دولة الآن في اسم الرب يسوع، وكل مريض ومريضة نظيرها بأي ضغط على الأعصاب، بأي تنميل في الإيدين، بأي كاربال تانل سندروم، بأي آلام في أي مكان، إن كان تنميل في الأصابع، إن كان تنميل في الريست،
إن كان تنمير في الأقدام، إن كان في أي مكان، يشفى شعبك يا رب، وأرفع أجنحك النسور في اسم الرب يسوع. آمين آمين. وربنا يباركك يا أختنا دولت، ونحب نسمع منك رب هيتمجد معاكي وهيتشفي في اسم المسيح. الأخت دولت آخر اختبار شاركتنا به 6 أو 7 من عيلتها، الرب أنصفهم في قضايا هجرة بالصلاة معاهم، والرب اداهم الجنسية. الرب صالح رائع رائع. شكرا يا حضرة القسيس ان انت شاركتنا بالموضوع ده، حلو قوي. الاخت دولت كلها اختبارات بصراحة. يا دولت حقيقي اختبارات حقيقي قد ايه بيفرق معنا جدا كلامها. هي فعلا على طول معنا في قناة الكرمة. بنشكرك يا اختنا دولت. ومعنا الاخ ابو مهند من الاردن، اهلا بيك. صباح الخير. صباح النور، اهلا بحضرتك. صباح المحبة للاخت ليديا والاخ الخادم. صباح البركة. صباح المسيح يا حبيبي. لدي مرض لا أريد الشفاء منه، أتعرف ما هو؟ هذا المرض هو محبة المسيح، مريضة حب ومحبة قناة القنالات المسيحية التي تكرز للعالم أجمع. هاللويا. وتوصل صوت المسيح إلى العالم. هذا هو مرضي، هذا هو مرضي الذي لا أريد الشفاء منه. لا أريد، لأنني أحبكم، لأن المسيح قال أحبوا بعضكم بعضا وصلوا لأجل بعضكم البعض. فها أنتم تصلون لأجل هؤلاء الأخوة الذين يطلبون منكم، وأنا أتقدم إليكم اليوم شاكرا لكم صلواتكم لأجل زوجتي أم مهند، لأنها شفيت بطريقة إعجازية بعد المرض الذي ألم بها كثيرا والآلام التي خاضتها. شفيت الآن بطريقة إعجازية. كان عندها كم مرض يا أخ أبو مهند؟ كان عندها كم مرض؟ نعم، كان عندها كم مرض؟ إيه الشكاوي اللي كانت عندها ولا الرب شفاها منها؟ أول شيء كان عندها العمود الفقري، الفقرة الرابعة، وألام في الساقين، وتشنجات دائما تصير معها. وقد ما أخذناها على دكاترة ومعالجين وصور وإلى آخره، يعني جميع الفحوصات، والآن بصلواتكم شفيت تماما. هللويا. تماما تماما. هللويا. نشكر الرب. تحب تقول حاجة حضر الأسيس لأبو مهند؟ لا، عايز أقول يا أبو مهند يعني المرض بتاعك ده مرض كتابي، لأن عروس النشيد بتقول أنها مريضة حبا، بتقول أحلفكن يا بنات أورشليم أن لا تيقظن الحبيب. فأنا عاوز أقول أنه محبة الرب ده مرض صحيح، مش مرض بيعلل، لكن أنا عاوز أقول أنه محبة المسيح لما بتنسكب بالروح القدس بيبقى عالمه فوق محبة، والعالم إشارة للنصر. فلو محبة المسيح ملياك إلى هذا الحد، أنت شفت الانتصار اللي حصل في حياة مراتك من كل الأمراض، لأنك رافع علم محبة المسيح. أمين. نشكرك يا أخ مهند. ومعنا بنت الرب من نيويورك، أهلا بيكي. أيوة، مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. معلش أنا محتاج حضرة القسيس. تفضلي حضرتك، هو معاكي. تفضلي. الصلاة على الهواء. تفضلي. مساء الخير يا حضرة. أهلا بيكي. يعني أنا محتاجة يعني صلاة جامدة لبنتي. بنتي كان عندها وما زال عندها مشاكل كتير في جوازها، هي وبنتها طفلة عندها سنة 3 6 سنين بالضبط، ومشاكل جامدة، مشاكل جامدة قوي قوي قوي. فما يحلهاش غير قوة ويد يسوع المسيح. يعني أنا طبعا على الهواء مش عايزة أفصح عن أي حاجة، يعني إلا ناس كتير هيعرفوني. طيب. مشاكل مع جوزها وبنته ما تعرفوش، هو ما يعرفهاش لغاية دلوقتي وهي عمرها 6 سنين. ويعني هي منفصلة، بس
يعني الإنسان صعب 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 للغاية، وهو اختفى من حياتنا، اختفى خالص، حتى بنته ما بيحاولش يسأل عنها ولا يعرفها، بنته ما تعرفش الميدل نيم بتاعها لغاية دلوقتي، يعني في مدرستها باسمها واللاست نيم، وهو ما يعرفهاش، يعني أب على الورق. حاضر يا أختي، صلي له. يا رب احنا بنصلي يا رب لأجل كل عائلة منفصلة، ولأجل يا رب كل بروكن فاميلي، كل عائلة منكسرة. يا رب مين يرد القلوب، ومين يضم البعيدين، ومين يجعل الاتنين واحد، ومين اللي يخلي البعيد قريب غير يسوع المسيح. يا رب احنا بنصلي لأجل كل أب منفصل عن زوجته أو عن بنته أو عن ابنه، ومهمل في حياته ومهمل في عائلته، أنك ترد يا رب قلوب الأباء إلى الأبناء، وترد يا رب قلوب الجميع إليك أنت أولا مانح الحياة، لأن فيك يا رب يخلص الكل، وفيك يا رب يصير الكل عائلة رعية مع القديسين وأهل بيت الله. غير الجفاوة وغير الأساوة، ودي يا رب قلب لحم بدل قلب الحجر. آمين آمين آمين. بنشكرك يا بنت الرب من يورك، ومعانا بنت الرب من كندا. أهلا بيكي. بيكي سلام المسيح معاكم. سلام المسيح معاك، أهلا بيكي. أنا بس صليت للرب كده أن أنا أسمع كلمة من الرب على لسان الأسيس أليكس، فأنا واثقة أن الرب يديله كلمة ليا. في شيء الرب يستخدمك ويباركك. في شيء معين يعني عاوزة تصلي لأجله؟ أنا كنت عايزة أسمع رسالة من الرب، ممكن الرب يدي لك حاجة ليا يعني، عموما كده as a whole for my life. طيب يا رب احنا بنرفع بنت الرب أمامك، هي متوقعة يا رب أنك تسمع صوتك مش صوت إنسان، هي يا رب عاوزة الروح القدس اللي بيرشدنا وبيصحنا يديها كلمة. يعني أختي بنت الرب بيقول لك هو رفعك فوق الأزمات، العدو مضيق من كل ناحية ومضيق عليكي في خناق شديد، وبتقول يا رب ما فيش مخرج، لكن الرب بيقول لأنك طلبتيني في هذه الليلة، ولأنك لم تلتفتي إلى إنسان ولم تبوحي بما في قلبك لأحد، لكن الرب فاحص القلوب والكلى، بيقول لك أنا رأيت دموعك وأنا سمعت صلاتك، وترين تغيرات تأتي في المواقف والأبواب المغلقة، سأقف في وسطها يسوع، وسيعلن نفسه في حياتك حيا ببراهين كثيرة، أقول لك أنا هو لا تخافي. آمين آمين يا أختنا ميرفت. وكمان معنا يا أختنا بنت الرب عفوا، ومعنا الأخت ميرفت من نيفادا، أهلا بيكي. والرب يبارككم. عندي طلب صلاة ضرورية ليا ابن خالتي في القاهرة في العناية المركزة في حالة حرجة يعني، ومنتظر عملية قلب كبيرة بالنسبة له، فأنا عايزة الصلاة من أجله، لأن الروتين والدكتور مش راضي يعمل عملية في المستشفى ديت، ما عندهاش إمكانيات، عايز مستشفى تانية، مواضيع كده أنا مش فاهماها. أنا عايزة الرب يتمجد ويقومه يا ربي بالسلامة. شاب صغير يعني فوق الثلاثينات، اسمه إيميل. لغاية دلوقتي العملية ما تعملتش. طب انت يا اختي ميرفت انا عاوز اطمن عليك، انت واثقة الرب ملك على قلبك وحياتك؟ ماليش غيره، الرب عظيم. امين يا رب. احنا بنضم ايماننا لايمان الاخت ميرفت، وبنرفع ايميل يا رب وكل من هو نظيره في العناية المركزة يا رب، وكل مرضى القلب، وكل من هو في حالة ميؤوس منها يا رب. إن كان عندك أي شخص فقد الأطباء الأمل في حياته، أو استلمت تقرير بيقول مفيش أمل في علاجك، أو مفيش أمل في حياتك تاني، قل له يا رب أشكرك من كل قلبي، لأنه أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، قلت أنا حي فأنتم ستحيون. أنا بربط حياتي بحياة رب المجد اللي كسر وهزم الموت،
والآخر عدو يبطل هو الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ نؤمن يا رب أنه كل من بصلي خاصة الآن لأجل كل نفس قريبة من الموت أن تختبر حياة يسوع وانكسار شوكة الموت بعمل الصليب وقوة الدم الآن. آمين آمين. بنشكرك يا أختنا ميرفت. ومعنا أختنا لطيفة من كندا، أهلا بيكي أخت لطيفة من كندا، أهلا بيكي. نعم مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. تفضل. أهلا أهلا مساء الخير. أهلا حبيبتي. من فضلك وطي التلفزيون، وطي التلفزيون من فضلك واسمعينا من التليفون. ماشي استأذنك، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون عشان. نعم نعم. طيب تفضلي. أنا مريضة حبيبتي، عندي جلطة وعندي ستروك وعندي سكر وعندي ضغط، ومات ابني عمره 46 سنة، ومات زوجي، وما أعرف ساير خوفي، وما أعرف ما أقدر أتحرك، جسمي كله تعبان. الله يخليكم والله، ويسوع إن شاء الله ينطيكم الصحة والعافية. صلي لحبيبتي، ساير عبادك مثل مربوطة. أسيس أليكس مع حضرتك. ربنا يفك ربطاتك النهاردة. تصلي معايا أختي. نعم أختي لطيفة. قولي له يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح. أؤمن. أؤمن. بعمل صليبك. عمل صليبك ودمك. ودمك لخلاصي. لخلاصي وتحريري. وتحريري من كل القيود. من كل القيود. انت يا رب. انت يا رب تفك. فك كل قيود العدو. كل قيود العدو. وتطلقني. تطلقني الآن. الآن في حرية مجد أولاد الله. في حرية مجد أولاد الله. أؤمن يا رب. أؤمن يا رب إن باسم يسوع. إن باسم يسوع أقوم وأتحرك. أقوم وأتحرك. أمين يا أختي لطيفة. أمين. أمين. الله ينطيك العافية يا قسالك. الله يبارك. بس أريد أسمع صوتك وأفرح من تكون على الشاشة. الله يبارك فيك. شكرا. الله يخليك إن شاء الله. الله شكرا لك يا أختنا لطيفة. ربنا يباركك. بنشكرك خالص يا أختنا لطيفة لأجد اتصالك بالتليفون. وأنا شايفة مع حضرتك قد كده في البطلة، وانا كمان معايا تحب حضرتك نبتدي. اتفضل. طيب حضرتك. في ابو فادي عنده التهاب في الزور وهو في المستشفى لا يستطيع الكلام وعنده السكر. ديانا عندها 27 سنة، عملت حادثة وفي المستشفى وفي حالة القلب وشفاء للدماغ. ابن الملك طالب صلاة من اجل شفائه، شلل في ايديه وفي رجليه وزوجته، وشفاء من ألام في العين، وصلاة من أجل أولاده. يا رب احنا بنرفع هذه الطلبات بين إيديك يا رب، نضع كل هذه الأمراض وهذه الحوادث والشلل وكل يا رب من هو مقعد وكل من لا يستطيع الحركة، ناتي بقوة اسم يسوع المحرك الذي فيه لنا الحياة ولنا الحياة الأفضل، ونثق في قدراتك ونثق في إمكانياتك أنك تقول يا رب، عيناك تقولان الأرض، تتشدد مع الذين قلوبهم كاملة. في لو في اتصال ولا حاجة. في الأخ إبراهيم باز جريدز أنه ينجح في المدرسة، وفي بنت الرب أنها عندها مشاكل تتحل، وميرنا وماليسا جات تو سند فيسفول، ربنا يبعث ليهم أزواج مسيحيين. باستور ألبرت هيلينج شفاء من السرطان، سند فيزيكال او سبيريت هيلينج اللي هو شفاء جسدي وروحي. مايكل عشان ربنا يساعده في الجواز والارتباط، وبعدين ماكس تو فايند ذا جوب. نديم
اي بروبلم، مشاكل في العيون ومش قادر يشوف. هاني عشان الاوراق ووظيفه. مايك 33 سنه علشان يقدر يمشي مع الرب يسوع هو ومراته واولاده. ومادلين عشان اوراق الهجره. ودارس علشان سالفيشن، دوريس عشان الخلاص هي ليها والعيله. وهاله واربع بنات علشان الرب يساعدهم. وبسيم got to be with him. باسم يا رب احنا بالايمان بنضع ايدينا على كل هذه الطلبات ونثق يا رب ان سامع الصلاه الذي اتت اليه هذه الطلبات هو الذي يفتح ابواب السماء ويستجيب ويعطي كل شخص حسب ايمانه وطلبته في اسم يسوع. في اسم يسوع امين. امين. معنا اختنا رفقه من نيويورك، اهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. لو سمحتي انا عايزه تلبس صلاه لواحد اسمه نشأت، عنده نزيف في المخ وتسعة ايام هو دلوقتي ما بيتحركش وحاطين له الاجهزه. فانا عايزه ربنا يديله عمر جديد لاطفاله الصغيرين ومامته ومراته منهارين خالص. امين. فمحتاجين تلبس صلاه. حاضر. يا رب نرفع امامك نشأت يا رب ونزيف المخ واحتياج العائلة إليه يا رب. ليس لينا رب، قد يعجز الأطباء، قد نقف يا رب ونقول أين هو الحل، لكن نشكرك يا رب لأنه هناك راحة لشعب الرب. نشكرك يا سيد لأنك دعوت جميع المتعبين والثقيل الأحمال. المس النزيف الآن كما لمست المرأة النازفة الدم التي لمست ثوبك فوقف النزيف، وبلمسة من يسوع يقف نزيف المخ ويعود نشأة إلى طبيعته. آمين آمين. بنشكرك يا أختي. ومعنا طلبات صلاة كتير. فضلي. كتير. حضرتك خلصت اللي معاك؟ كده أنا خلصت الورقتين. طيب. في صلاة من أجل خالد الرب يشفيه من السرطان. صلاة من أجل نشأة عنده نزيف في المخ. وصلاة من أجل طفل عمره 7 سنين الرب يشفي عيونه. صلاة من أجل بنت الرب، الرب يساعد أولادها في حياتهم. صلاة من أجل رعوس، الرب يشفيها. صلاة من أجل مايكل عنده مشاكل في الرئة بتاعته. صلاة من أجل أم بتطلب من أجل أولادها يعرفوا الرب، رب يتدخل كمان في الارتباط بتاعهم. وبتقول إن الرب استجاب لطلبة الصلاة لما الأسيس أليكس صلى من أجل شغل إلى ابني قبل كده. هاليلويا. صليت لأجل شغل لابنها. هاليلويا. وهي دلوقتي بتطلب خلاص لأجل أولادها، والرب يتدخل في الارتباط. أمين. يوم السبت. أمين. صلاة من أجل سارة، الرب يتدخل في أوراق الهجرة. صلاة من أجل فايز، الرب يشفيه لأنه عنده عملية. كمان صلاة من أجل أختنا ماجدة عندها نزيف في البطن. وصلاة من أجل كريستين عندها السكر. صلاة كمان من أجل أختنا ميري الرب يشفيها. وهذه طلبات الصلاة اللي عندنا يا حضرة الأسيس. أمين. يا رب احنا بنرفع يا رب جميع أنواع السرطانات، وبنثق يا رب أنك توزع بقوة دمك وعمل صليبك فيك ولك الكل قد خلق. يا رب إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. ليس فقط يا رب في حياته ولكن في جسده أيضا وفي روحه وفي نفسه. كما شفيت إنسان كله، اشفي أمراض السرطان، أمراض العيون اللي عندهم أشواق رب، ولادهم يكونوا للرب. احنا بنؤمن أن للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. أولادنا مقدسين للرب وعدو الخير ليس له نصيب فيهم. أيضا لأجل مايكل يا رب والرئة، وفي اسم يسوع أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجلدية، الأمراض يا رب جميع الأجهزة، الجهاز الهضمي، الأنف الأذن والحنجرة، جميع التخصصات. نشكرك يا رب لأجل الأخت اللي شهدت عن ابنها واللي لقى عمل. نشكرك لأنك فاتح أبواب الرزق يا رب، لا بالقدرة ولا بالقوة، لكن إلهنا الذي يفتح يمين ويشبع كل حي. افتح أبواب العمل والرزق أمام كل نفس تطلبك يا سيد الرب. أيضا أوراق الهجرة والذين يا رب لديهم أوراق معطلة،
افتح أبواب السماء يا رب، لأن يدك هي التي تجري عيني الرب على ملوك الأرض. نشكرك لأن قلوب الملوك كجداول المياه في يدك، أنت تجريها حيث تشاء. افتح يا رب أبواب هجرة لشعبك ليكونوا كارزين ومبشرين بالكلمة. أيضا نزيف يا سيدي، ومن يحتاج إلى شفاء ومن هو في مستشفى الآن، نؤمن يا سيدي أن شعبك طلبوك واستناروا ووجوههم لم تخجل، لأنهم لم يرفع عينهم على بشر لكن نظروا إليك أنت رئيس الإيمان ومكمله. آمين 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 يا حضرة القسيس. عايزين نستكمل حديثنا تفضل. في عجالة، لأن الوقت ابتدى يدهمنا. عن احنا كنا بنتكلم عن سكيب الروح القدس، وقلنا ان في احتياج وفي صعوبات شعب الرب في البرية كان قديه بيقاسي وبيعاني، وقلنا انه كان في حرب مع عماليق. حلو احنا نتكلم اكتر عن سكيب الروح القدس، ازاي بيكون وازاي كيف نمتلئ يعني. يعني ده سؤال مهم قوي. الحقيقة هو الامتلاء ده بالنعمة، والامتلاء للمثقلين والمتعبين. فلما موسى مثلا كان الحمل ثقيل عليه، نجد الرب انه نزل في سحابة وتكلم مع موسى، خد من الروح اللي عليه وضع على 70 شيخ، ووصل تأثيره الى المحلة لألداد ومداد. فانا عاوز اقول على كل شخص عليك اثقال، روح الله يرفع الاثقال. ايضا في زيارات الروح القدس، في ناس بتبقى قاعدة كده لوحدها ويقول لك احنا اختبرنا قوة واختبرنا فرح واختبرنا عمل إلهي، وهي بتصلي مثلا أو حاجة مش كده. وفي ناس كمان ما كانتش عندها فكرة يعني ما تعرفش، ويقول لك يعني الرب أنا بفتكر اختبار أحد الإخوة الحلوين، يعني بيقول إنه كان بيذاكر تحت عمود نور أوقات زمان لما كانش في نور كفاية في البيوت، بيقولوا هو قاعد تحت عمود النور حس بملء إلهي وتفق يتكلم بألسنة جيدة وهو ما كانش يعرف يعني. فالله يعني ليه زيارات بالروح القدس وافتقاد بالروح القدس. من ضمن الزيارات دي نشوف مثالها صموئيل الأول 16 عدد 23، بيقول لما الروح الرديء ذهب من قبل شاول جاء إلى داود. داود ما تعلمش العزف ولا ضرب العود، ما دخلش معهد موسيقي، ما تعلمش على يد أستاذ لأنه كان بيعرف من وهو صاب صغير. فمين اللي علمه الميوزك؟ الروح القدس. عشان كده العازف الروحي لما يعزف تحس بغمر وتحس ان روح الله بيملأ المكان. فهنا داود خد هبات وتعلم حاجات، فلما كان يضرب العود كان يذهب الروح الرديء. ليه؟ لأن الذي كان يعزف فيه هو روح الله، فكان عزف روحي. أيضا هناك وعد بالروح القدس. الروح القدس أيضا يعني حل على عمساي رأس السوالس، ده كان عدو لداود. وفي ناس لها أعداء وفي ناس عندها خصومات. أنا بقول لك لو عندك عدو وعندك خصم أطلب روح الله في المكان اللي أنت فيه، هيحصل زي ما كان عمساي قائد لشاول وقائد لجيوش شاول. فلما حل روح الله قال نحن لك يا ابن داود ونحن معك، وأعطى الروح القدس انتقال من الكامب بتاع العدو للكامب داود الذي يشير إلى المسيح. فالروح القدس يحل المشاكل والخصام اللي بين الأصدقاء، يوحد ويحول العدو إلى صديق. رائع جدا يا حسيس، ده حقيقي جدا. قدي احنا مستنين مكتوب في أواخر الأيام أسكن من روحي، رب قال كده على كل بشر. على كل بشر، وهو لما بيقول على كل بشر بينفي أي استحقاق فينا، لأنه بيساوي الابن والأب حتى بالإماء والعبيد. وده معناه أنه فضل القوة لله لا منه. ده حقيقي، ده حقيقي. يبقى إذن وممكن وأنا قاعد بصلي ربي يحل بروحه عليا. كان في كمان يعني بولس الرسول قال لهم، قال للناس قال لهم قبلت الروح القدس لما أمنتم، لما أمنتم. فقال له، قالوا له ايه؟ ولا سمعنا عنه. عشان كده ده مهم قوي قوي ان احنا نتكلم عن الروح القدس ونطلب. مكتوب كده يعطي الروح للذين يسألونه والذين يطلبونه والذين يطعونه كمان في حاجة تانية. طب ما أنا أتملي بالروح القدس، إيه اللي أحسه؟ إيه نتائج الامتلاء؟ أحس بإيه؟ يعني أول حاجة بيتغير طبيعة الأرض وتتغير طبيعة البرية. فمثلا
بدل ما البرية كانت خراب، وبدل ما البرية ما كانش فيها أي شيء، لأن الحياة بدون الروح القدس فراغ. فنجد مثلا الله يضع في البرية شجر الأرز، فالواحد الأرز ده اللي راحوا لبنان أو اللي بيسمعونا من لبنان، المسيح كانت طلعته كأرز لبنان وله رائحة جميلة جدا، وده معنى أن الأرض الخربانة والخالية تصير فيها رائحة المسيح الزكي. كمان الأرز ده من أقوى أنواع الأشجار، صعب أنك تكسريه، وده معناه أن المؤمن الممتلئ بالروح القدس صعب أن تكسره أي تجربة. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ والمحبة دي أصلا منسكبة بالروح القدس. فلا شدة ولا ضيقة، لو معك اتصال ولا حاجة قوليلي، أو تجربة ما تقدرش تعمل أي حاجة. كمان الأرز، يعني لما بيقول يصير في البرية الأرز، الأرز ده كان يطهر من ضربات البرص، كان يستعمله الكاهن، ياخد عصفورين وخشب الأرز وقرمز وزوفة اللي بيشير إلى دم يسوع، وينضح على المتطهر. فالرب لما ينضح على المرضى وينضح على الأشخاص النجسين والمحتاجين إلى شفاء، مش بس بدمه، لكن ينضح عليهم بخشب الأرز، إشارة إلى تلبسون قوة من الأعالي متى حل عليكم الروح القدس وتكونون شهود لي. إذن الرب مش بس بيدينا الخلاص، لكن يعطينا الخلاص ويعطينا القوة ويعطينا أن ننمو. يقول لك الصديق كالنخلة يزهو ويزهر كالأرز في لبنان ينمو، مزمور 92:12. يعني لما تصير البرية مفاجر مياه اللي هي تشبه المؤمن المغروس على مجاري المياه، يبقى المؤمن في حالة نمو مستمر وفي حالة تصاعد مستمر. أيضا طلعة المسيح مكتوب عنه سقاه عمود رخام، مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان فتى كالأرز. فالمؤمن الممتلئ بالروح القدس مؤسس وثابت وعنده قواعد متينة ولا انكسار. أيضا شجرة الأرز دي واحدة من عدة أشجار بتنمو. يا ريتني بنكمل الموضوع ده مرة تانية في البرية الخاربة، دائمة الخضرة وسريعة النمو، يعني بسرعة، زي السامرية مثلا عرفت الرب، وفي نفس اليوم اللي عرفت فيه الرب نمت بسرعة جدا أنها جابت مدينتها، زي ما الإنجيل بيقول ويكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه يعطي ثمرة، يعني يعطي ثمرة في حينه ووقوه لا يزبل. يعني احنا معنا التليفون من الأخت جانيت من نيوزيلندا. أهلا بيك. سلام المسيح. معكم. معك. أنا بس حابة أطلب صلاة من حضرة القس لحماء أخويا، راح يعمل عملية، ويا ريت يرفعنا بالصلاة حتى الرب يستجاب ويطلع بالسلامة. أمين. ماشي. أمين. حاضر. يا رب بنباركك لأجل الأخت جانيت. يا رب بنرفع الأخ وكل واحد نظيره في عملية الآن يا رب، أو في انتظار لميعاد عملية، أنك تأتي بشفاء. زور غرف العمليات كلها، اللي بيستعدوا العملية يا رب خلال أسبوع أو في فترة قليلة، البريباريشن التحضير، وزور الأطباء، وزور يا رب النرسات، وخلي شعبك يشهد بصنيع إلهي عجيب وشفاء مجيد في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع. أمين. حضرة القسيس، أنا معايا طلبات صلاة ناخدها عشان تنتهيش الحلقة من غير ما نصلي لإخواتنا. معايا الأخت هبة عشان الرب يعطيها أطفال، ومعانا بنت الرب طلبت صلاة لأجل عندها كانسر، وعندنا أخت دوريس عشان عيلتها تعرف الرب. معانا كمان أخونا مايكل عشان الرب يلمس قلبه ويرجع تاني للرب. كمان عندنا طلبة من الأخ عادل عشان الشفاء، كمان من أختنا ماريا عشان الشفاء، كمان عندنا أخ تاني عشان الشفاء، ابن الرب عشان الشفاء، وكمان عندنا أخ عشان عايز يلاقي شغل يلاقي عمل. أمين. ومعنا أختنا إنجي عندها 13 سنة عندها مشاكل في عينيها لأجل الشفاء. معنا كمان أختنا أوليفيا عشان ابنها يلاقي شغل. معنا أختنا كمان سامية علشان عندها قضية رب يتمجد فيها.
كمان عندنا الأخ أشرف طلبت صلاة لأجل شفاء لروحه خلاصه يعني يعرف الرب. كمان عندنا ابن الرب عشان بنت الرب عايزة طفل، وأختنا جيسيكا برضو عايزة طفل، أختنا حنة عشان عايزة طفل، الثلاثة عايزين أطفال. ربي يمد إيده لكل الاحتياجات ويسددها. أمين. بتصلي حضرة القسيس لأجل طلبات؟ يا رب بنتحد يا رب مع كل أحبائنا، كل زوج وزوجة بيطلبوا أطفال، حطوا أيديكوا في أيدين بعض وارفعوا أيديكوا للسماء وقولوا يا رب يا من فتحت رحم حنة أم صموئيل، أنت تفتح الباب وتعطينا زرع بشر. بطلب من كل زوج وزوجة حط إيدك على بطنك الآن وقولي له يا رب أنت اللي تضع البذرة، وأنت اللي تضع فيا يا رب الابن أو الابنة اللي تكون بحسب قصدك. أؤبد يا سيد الرب بإزالة كل المعوقات، لأنه نثق رب أن الباب مفتوح ولا يستطيع أحد أن يغلقه. صلي يا رب لأجل كل السرطانات ولأجل اللي عاوزين يعرفوا الرب. أحلى طلب سيد الرب، لأن هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. أيضا يا رب الذين يطلبون عمل، أنت إله رب ساهر على كلمتك تجريها، كما التمست لشعبك يا رب المسكن ولم تبلى نعالهم ولم تبلى ثيابهم، وقدتهم يا رب في البرية، أشبعت في الجدوب نفسهم، أخرجت لهم ماء من الصخر، أعطيتهم يا سيد الرب، سقت لهم السلوى من البحر، تسوق لشعبك يا رب أرزاق لا يعرف مصدرها سوى إله كل نعمة وإله كل عطية. أيضا يا رب في ناس بتبيع البزنس والموضوع يا رب منتظر تدخل إلهي، أنا بشجع النفوس اللي عندها تغيرات في البزنس وعندها تغير في العمل ومنتظرة خطوات جديدة، إن الرب إلهنا يجي بمجد يا رب على كل شخص في حالة انتقال من بلد لبلد وفي حالة انتقال من عمل لعمل. وأنا شايف في ناس بتتنقل من أماكن لأماكن، تيجي يا رب وتحطها بحضورك. أيضا يا رب بتصلي من أجل أشرف الخلاص وكل من عليه قضية أمراض العيون، ولأجل يا رب كل طلبات معلقة في نفوسها يا رب، عندها قرارات معلقة لها سنة واثنين وثلاثة، لكن يا رب السنة دي تكون سنة يوبيل، تكون سنة إنجازات في حياة شعبك، ونثق أن كل قرار معلق في حياة شعبك. صلى يا رب لأجل قناتنا المحبوبة الكرمة في احتياج لمولد، يا رب أنت وحدك شايف الثمر الكثير، نفوس خلصت ونفوس شفيت، أنت يا رب تحث قلوب المشاهدين وتحث قلوب الأحباء يا رب لكي يوفروا هذا الثمن، أو يرسل أحدهم يا رب يكون يعمل في محل مولدات، مولد كهربائي يحفظ دينا يا رب بنور المسيح في الكرمة التي تطل بشعاعك وبنورك إلى أقصى الأرض إلى أقصى الأمم. أعطي يا رب للقناة تسديد لكل احتياجاتي. أختي ليديا يا رب وإخوتي من شاركوا في هذه الحلقة، جيش كبير بيشتغل يا رب في الخفاء، لكن الذي يعمل في الخفاء جزيهم علانية في أسرهم وفي أبنائهم وفي أرزاقهم وفي حياتهم، واعطيهم نعمة يا رب لا يصيبهم مرض لا يصيبهم ضعف، لكن يمضوا من قوة إلى قوة، وتكون هذه القناة من مجد إلى مجد، وتكون راية لتجمع الشعوب من أقاصي الأرض إلى الرب ومسيحه. آمين آمين. ومعانا تليفون من الأخت أم دانيال من كاليفورنيا، أهلا بيكي أخت ليديا. لو ممكن أطلب صلاة من القس أليكس بليز. تفضل يا أهلا أخ قس أليكس. أهلا بيك. أنا بس أطلب صلاة لابني اسمه دانيال، أخذ الماجستير بس مش محصل على جاب، قدم تقريبا على 100 جاب ما حدا بيجاوب، لو ممكن تصلي له بليز.
وكمان أخوه اسمه ديفيد، ابني الثاني الصغير اسمه ديفيد، بدي صلاة عشان يعرف مشيئة الرب، وبده يقدم على جامعة ميديكال سكول، وبده يعني أريد يكون إرشاد من الرب عشان يكون له موتيفيشن. أمين. فيز. يا رب نشكرك لأجل أم دانيال. يا رب كما باركت دانيال في العهد القديم وكان يا رب مرفوعا في المملكة وكان ثالثا في المملكة، ترفع دانيال وترفع ديفيد وكل من يطلبون أعمال يا رب. نثق أن الليلة ونثق أن في هذه الحلقة تنفتح جميع الأبواب يا سيدي، أمامك شبع سرور وفي يمينك نعم تدوم إلى الأبد. وكما كانت الكنيسة الأولى لم يكن أحد محتاجا إلى شيء، نثق يا إلهي أنك سددت احتياجات شعبك مالئا بحسب غناك في المجد فوق ما نطلب ونفتكر، بحسب قدرات وقوات وغنى مجد المسيح فينا. آمين. آمين. بنشكرك يا أخت أم دانيال اتصالك التليفوني. وجات لنا طلبات صلاة تاني حتى الأسيس. بنت الرب طالبة شغل، صلاة لأجل الشغل، وأن الرب يكون مع عيلتها. والأخ هاني عنده مشكلة في الكلى ورجليه بتوجعه، عايز شفاء لأجل رجليه. الأخت سوزان عندها مشاكل في جوازها. الأخ وسيم أنه الرب يديله أطفال. الأخت هيام شعرها بيقع على طول، وهي حاسة أنه يمكن تكون دي لعنة جاية على حياتها وعلى على جسمها يعني. بنت الرب كمان طالبة صلاة لأجل مشاكل تتحل، وابن الرب طالب أن الرب يساعده. وكمان حابين طلبة صلاة وطلبة بركة لأختنا ليلى وأخونا جمال. أيوة. كمان 50 سنة جواز، حابين نبارككم في الصلاة. أمين. Yeah. لا دي طلبة تستاهل أخت ليلى. والأخ جمال بيشتغلوا في الخفاء وهم ورا نجاحات كتيرة في الكرمة، ودايما بيجمعونا للصلاة ودايما بيجمعونا للبركة. دورهم عظيم عظيم، لكن ربنا وحده اللي بيرى في الخفاء يجازيهم على نهاية. يا رب احنا فعلا يا رب بتبارك مدام ليلى يا رب واستاذ جبال، وبنشكرك لاجل محبتهم يا رب اللي في الخفاء، اللي بتبارك عملك قد ايه بيبذلوا وقت ومجهود ومحد مش بيظهروا على الشاشة ولا بيتكلموا، لكن يا رب عيناك التي ترى في الخفاء هي التي تجازيهم. يا رب نشكرك لأجل 50 سنة زواج، باركهم يا رب إلى يوم مجيئك، أنك تكمل أيامهم في خوفك وفي محبتك وفي خدمتك وفي سفارة المسيح. أشكرك لأجل كل بركة وكل تعب بيقدموه في كرم المسيح، وبشكرك لأنهم على مثالك يا رب لا يكلوا ولا يتعبوا حتى يخرجوا حقك إلى النصرة. يا رب أنا برفع كل نفس محتاجة إلى شغل، والأخ هاني وأمراض الكلى والمشاكل الزوجية، الأخت اللي عندها شعر بيقع، ما تقوليش علي لعنة، قولي علي بركة، لأنه لم تصبنا تجربة إلا بشرية. إلهنا غير مجرب بالشرور وبيدي مع التجربة المنفذ. أحب المسيح خاصته، أحبهم إلى المنتهى، فمش بعد كل هذه المحبة ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. بص قد إيه أحبنا حتى الموت وإحنا نقول في لعنة. نشكر الله لأنه الناموس اللي كان فيه اللعنات بموسى أعطي، لكن اللي بيعرف يسوع ما عندوش غير حاجتين، نعمة وحقيقة، لأن يسوع هو الحقيقة. ناس كتير بسمعها بتقول أنا معمول لي عمل، أنا علي لعنة، أنا وارث لعنة، لكن في يسوع احنا وارثين للبركة. أمين. أمين أمين. معانا تليفون من أختنا منال من كاليفورنيا، تفضلي حضرتك عشان فاضل دقايق قليلة ونخلص الحلقة. تفضلي حضرتك. سلام الرب معاكم. مع روحك، أهلا بيك. أنا أطلب الصلاات من القسيس أليكس. تفضلي. أنا عندي ديسك بظهري وعندي رقبتي توجعني كثير، والأطباء كلهم أجمعوا لازم أسوي عملية، وأنا ما أقدر لأن ما عندي أحد يساعدني.
أطلب طلبة من القسيس أن يصلي لي حتى أقدر أمشي، حتى رجلي كلها تنمل وما أقدر أقف على رجلي. أطلب من القسيس يصلي لي. وشكرا. بارك رب الأخت منال وكل من لدي ألام في القدم وكل من لدي ألام في الأعصاب. نثق رب أن كل ألامنا حملت، أوجاعنا تحملت، أصبت وضربت، وبجلدتك نحن شفينا. بارك رب القناة وبارك عملك وكل المتصلين اللي كانوا على الخطوط اللي اتصلوا واللي ما قدروش. نثق رب أنك توزع بركة على كل نفس، ونثق أن من يدك نحن أخذنا، في اسم يسوع آمين. آمين. نشكرك يا أختنا منال من كاليفورنيا، وباقي دقائق قليلة قوي قوي يا حضرة القسيس. أيوة. لو حضرتك تحب تصلي لنا وتختم لنا الحلقة. آمين. اتفضل. قبل ما أصلي عاوز أقول يعني إحنا شفنا قد إيه ثمر الرب في الكرم عظيم، وفي احتياج للجنريتور. أنا واثق إن ربنا يسدده بالإيمان. أمين. أنا بناشد أحبائي المشاهدين إنه كل يعني سمعنا استجابات كتيرة، وده وقت إن إحنا نبارك عمل الرب، فعاوزين نصلي إنه القناة اللي الرب استخدمها في بركات ومعجزات غير عادية إن إحنا أيضا نرجع ونباركها. يا رب بنعطيك المجد والقدرة والكرامة لأنك عظيم يا رب في هذه القناة. أريتنا آيات، أريتنا عجائب، أريتنا خلاص، تجولت بنا في كل العالم من إيران إلى أستراليا إلى كندا إلى الولايات المتحدة. ونقول لك يا رب صغار نحن عن جميع ألطافك والأمانة اللي صنعت إلى عبيدك. اجعلنا يا رب نمد أيدينا في هذا العمل، ونأتي يا رب بالجنريتور، وتكون هذه القناة مضيئة على الدوام. صلى يا رب لأجل كل قائد، كل خادم في هذه القناة، لأجل أسرة قناة الكرمة الذين يا رب يسهرون على النفوس الليل مع النهار ولا يتعبون ولا يكلون، لكن يا رب كل قلوبهم رحمة ممتلئة بالمحبة. احفظهم في دمك، واحفظهم في اسم الآب والابن والروح القدس، وسدد كل احتياج، واتي بالجنريتور يا رب بأسرع ما يمكن الآن، ليظل نورك مضيء إلى كل العالم. آمين. امين امين يا حضره القسيس. مبسوطين خالص ان كنت معانا. ربنا يباركك ودايما كده يستخدمك في كل مكان لمجد اسمه. ربي يبارك. ودايما من مجد لمجد يا حضره القسيس. اشكرك. مبسوطين خالص ان كنت معانا. واعزائي المشاهدين، النهارده كنا بنتكلم عن سكيبة روح القدس. المسيح قال كده هو لتلاميذه: ستنالون قوه ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. محتاجين قوة، محتاجين معونة، محتاجين تجديد وتشجيع. الروح القدس يشددك ويشجعك، هتاخد قوة، هتاخد سلطان، وهتاخد بركة، وكل الأماكن الضعيفة اللي في حياتك هتتملي ببركة غير عادية. انتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله. وبعد الحلقة دي ما تخلص في حلقة كمان جميلة جدا، هتنقل استوديوهاتنا البس من أستراليا عشان في حلقة الأسيس جون نمور في برنامج أكتر من رأي. تابعونا وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله، ورب يبارككم.